قالوا الواد موصوف للي انشغل باله، وانا قلت الف ادور ماله ماله. يما يما يا زاد ولا سيد مايا. حشوي نفخ عليها 3 نفخات. ليش 3 نفخات؟ لك غيرت الوصفة مشان الدمع، هاي ما بدها دمع. ليش ما بمشي حالي انا؟ الوصفة اللي على حروف اسم الاستاذ عواد مكتوب فيها انه لازم يكون شخص قليل الذكاء، انت ما بيمشي حالك. بيمشي حالي؟ ليش ما بيمشي حالي؟ شايفتيني عبقري زماني انا؟ مين عم بيقول انك عبقري؟ عم قلك قليل الذكاء مو شديد الغباء. مسك فخ. يما انت اعتبري وكأنه الدكتور احمد فدان لساته بصحة وعافية. انا برأيي تروحي توجيب الفحص، واذا تطول عليكي بنعمل شكوى ضده ومنطيره. انا برأيي تسد حلقك صهري، مع احترامي الشديد لك. اكسكيوزي مواسي تبليب الفرنساوي. ليش مرت عمي؟ لانه كل الاساتذة بيكرهوها بسببك. سببي انا؟ ايه، لانه اول واحد ابوك موصي، الثاني لانه تجوزتك، الثالث لانك فسدت لمرته، الرابع لانك دفشتها تكتب تقرير. لولا كانت تخرجت من زمان هالطفله. هننزلكم لوين؟ بدي روح مشوار. نزلت عافيتي بالقعده معكم. لك صفي وشي على العرض اصبعتين، حرام عليكم. هننزلكم. ما ضروري تزعلي يعني؟ يعني ما معي حق انا؟ شغلات ومضيت، مو ضروري نتذكرها هلا. لك لا مضيت ولا شيء، لك لحد هاللحظة ما عم تعرفي تتخرجي بسبب كل هالشغلات. ولو كان امي، هو شو عرفه انه بده يصير معنا هيك؟ يحسبها مثل الدب. انا رايحة ادرس. اي روحي. اكيد هي وينا. خير يا طيب. ايه معقولة الدكتور عواد طرقته سيارة؟ ألو يا لطيف، إمتى صارت هالقصة؟ يسلموا إيديك يا أخي، شكراً إلك، شكراً كتير. لك هاي فاقة لا وقت البزر. قومي أمان أمان. شو في أبي؟ خدي تاكسي وروحي على مستشفى الغربة جوزك هنيك. شو صاير له؟ انسفق مقلاي على مصدره. قولي هلأ الرجال اللي ضربوا حاكاني. قومي على أمتي. وين الصوت؟ وين كنت؟ أنا هون حبيبي هون. آخ الله لا يوفقه، فكرني حرامي. لطالي قفى باب غرفة النوم ودحني مقلاية. منيحني التلفون كانت لزقت بوشي. الحمد لله يا رب. الحمد لله. لك قومي عندي هون، صورتيني صور. قومي لهون. يلا ها. آخ دخيلكم. حجوي شو فوتك على أوضة النوم أنت؟ لك قال لي بحط له الحجاب تحت المخدة مشان يكون مفعوله أقوى. والمقلاية؟ شو فوت على اوضه النوم؟ لك شو بيطبخ باوضه النوم؟ لك يخرب بيت قلبك، هو مثل حكايتنا عنده غرفه، بس هو احسن مني انه حماته ميته. هلا دكتور جامعه اضرب اطرح، ما عنده غير غرفه واحده ما بصدقها. لك كان عنده بيت بطابقين، بس بعد ما طلقته مرته بسبب اختك الله لا يوفاه، مو كاتب املاكه كلها باسم مرته، استولت عليهم. وانت منين جبت كل هالمعلومات حضرت جنابك؟ حكالي فشل لي قلبه وقت اسعفني على المستشفى على الطريق. وعرف انك ساره يا ميسو؟ لا شو يعرف؟ اذا عرف على فكره بروحني على الخالص. قال الحمد لله ما عرف. المهم عجاج حطيت له الحجاب. لك شلون بدي احط له الحجاب؟ ما قلت لك سبقني مقلاي. قومي قومي دعبلي لي لبنه. قومي ما عندنا لبنه، غير اللبنه. قومي دعبلي من قدامي. قومي. ما عم شوف. زين هويدا حبيبتي شلوني؟ لا 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 حظنا مقصر معك، نبيل اخذ ميسون على السينما اليوم. اذا في شيء انا بخبره، ولا قل لي انا بخبرك، شو الدكتور عواد وعيت على راسه بلوكي؟ ما حذرت انا؟ شو بدك الجواب على الشعره؟ خلص ويدا تكرم عينك، بس ترجع انا بخبره ولا يهمك. ماشي مع السلامه. بدها تتخرج يعني بدها تتخرج، القدر القدر واقف معه، ما حدا عم يقدر يصمد بوجه. ميسون ميسون قلي له يقفل الموتور، شي طب يعرف حكي. لا يا مش الحال.
وشك بكره لعند ابو شهام. مشان شو؟ بتجيبي لي الحلوان. حلوان شو؟ البشاره اللي هلا قالت لي عليها ويدا. دخلك ويدا شو عرفها بكل هالشغله؟ ماما ويدا دكتوره اسعاف، بتشتغل بالاسعاف يعني بتعرف كل شيء. ليش شوفي؟ الدكتور عواد هو راجع امبارح بالعتمه بالليل على بيته وقع بالرقه. يا رب يا رب يحط الدكتور واصل بداله.